أهلا بيكم وشكرا لاحتفالكم معنا بعيد ميلاد علاء. أنا أهداف سويف، أخت ليلى سويف، مامة علاء عبد الفتاح، وبالتالي فأنا أعرف علاء وبحب علاء من زي النهاردة من 40 سنة، ومتابعة تضاريس حياته من حضانة لغاية النهاردة السجن. طبعا النهاردة عيد ميلاد مهم جدا لعلاء لأنه هو بيكمل النهاردة 40 سنة. من 10 سنين لما كمل 30 سنة برضو احتفلنا بعيد ميلاده من غيره لأنه كان في السجن، كان وقتها مسجون لقضية ماسبيرو اللي هو طلع منها بعد كده براءة، لكن من 10 سنين احتفلنا بعيد ميلاده في ميدان التحرير. النهاردة بنحتفل في أوض مقفولة علينا عبر الإنترنت، لكن برضو مع مجتمعنا وحبايبنا اللي بنستمد منهم دايما طاقة وأمل. كنت محتارة شوية أقرأ لكم إيه من كتابات علاء. كتاباته في 10 سنين اللي فاتت دي متنوعة جدا، لكن قررت إن أنا هقرأ لكم من قطعة اسمها صورة للناشط خارج محبسه. علاء كتبها وهو داخل محبسه في سجن تورا في مارس 2017، كان بيقضي عقوبة 5 سنين سجن للتظاهر بدون ترخيص، وكان قضى أقل شوية من نص العقوبة وفضل له أكتر شوية من نصها، لكن كان بيكتب والكتابة بتطلع بره بشكل ما. والملفت للانتباه هنا هو قد ايه علاء بيظل مشغول بالشأن العام بالرغم من ظروفه هو، وبالشأن العام مش فقط المصري لكن ايضا الاممي، او في الحقيقة الاممي، وبيشوف المصري على انه جزء منه. صورة للناشط خارج محبسي. قضي الامر، هزمنا وهزم معنا المعنى، وكما كنا في كل خطوة نتأثر بالعالم ونؤثر فيه، كانت هزيمتنا عرضاً وسبباً لحرب أوسع على المعنى وعلى جريمة أن يسعى أفراد لمجال عام عابر للحدود يسعون فيه لتقارب وتبادل وتواصل بل وتشاحن يسمح بفهم مشترك للواقع وبأحلام متعددة وبعوالم بديلة. أنا في السجن سعياً من السلطة لأن تجعل منا عبرة، فلنكن عبرة إذن ولكن بإرادتنا. الحرب ضد المعنى لم تحسم بعد، الحرب ضد المعنى لم تحسم بعد في باقي العالم. لنكن عبرة لا فزاعة، لنتواصل مع العالم مجددا، لا للاستغاثة ولا للبكاء على أطلال أو لبن مسكوب، وإنما لاستنباط دروس وتلخيص خبرات وتكثيف مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة. عن نفسي لم أخرج من عقد الغضب إلا بدروس بسيطة، أهمها أن كل محطة من محطات الجدل والصراع في المجتمع فرصة، فرصة للفهم وفرصة للتشبيك وفرصة للحلم وفرصة للتخطيط. حتى لو بدت لنا الأمور بسيطة ومحسومة وحددنا انحيازا مبكرا لأحد أطراف الصراع أو انصرافا مبكرا عن الأمر برمته، يظل انتهاز تلك الفرص لتعاطي وإنتاج المعنى ضرورة، بدونها لن نتخطى الهزيمة أبدا. تعلمت أن السلطة مجرد عائق، التحديات الحقيقية أممية، لذا تتضاعف أهمية انتهاز فرصة الجدل عندما يتعلق الصراع بأمور تتخطى الحدود. كنا ثم هزمنا وهزم معنا المعنى، ولكن لم نفن بعد وما قتل المعنى. ربما كانت هزيمتنا حتمية، ولكن الفوضى الحالية التي تجتاح العالم سيتمخض عنها عاجلا أم آجلا عالم جديد، عالم سيحكمه ويديره بالطبع المنتصرون، ولكن لن يقيد الأقوياء ويصوغ هوامش الحرية والعدل ويحدد مساحات الجمال وإمكانات العيش المشترك إلا ضعفاء تمسكوا بالانتصار للمعنى
حتى بعد الهزيمة. وده طبعا العلاء مع غيره بيعملوه ومستمرين فيه. قلقنا حاليا انه هو بعد سنتين محبوس دلوقتي بدون ما يبقى عنده فرصة انه هو يقرأ ولو حتى كتاب من مكتبة السجن، ابتدى يحس انه تفكيره مش منتج زي ما كان وزي ما هو متعود. عموما دعواتكم، وكل سنة واحنا كلنا طيبين. أشكركم تاني.